Good morning, Prime One. النهاردة هنكمل الانجليش الفابت حروف الهجاء الانجليزية. المرة اللي فاتت اخدنا letter A و letter B وتعلمنا ازاي نكتبهم capital و small. النهاردة هناخد letter C. letter C بيكتب ازاي؟ بيكتب half circle. circle نص circle بصراحة كده دايرة, نص دايرة صغيرة, وبنكتبها capital و small. تعالوا الاول نتعلم ازاي نكتبها. نيجي من اول السطر الاولاني وننزل نعمل هاف سيركل كده, ادي كده الكابيتال السي كابيتال. طيب نكتب السمول. السمول بتتكتب بين السطرين. اوكي يبقى كده اتعلمنا بنكتبها ازاي. الكابيتال بتتكتب من فوق السطر والسمول بتتكتب بين السطرين. طيب تعالوا بقى نكمل الليتر سي. الليتر سي بتنطق بطريقتين. اظبط. بتنطق letter C بطريقتين. امتى انطق السي سي وامتى انطق السي كي. السي تتنطق سي لو جي بعديها حرف الاي او الواي او الاي. فلو جي اي حرف من ثلاث حروف دول ننطقها سي. طب لو جي بعدها اي حرف تاني بنطقها كي. زي ايه؟ زي كلمة سيتي جاي بعدها اي, بايسكل جي بعديها واي, سيل جي بعديها اي. حطينا الحرف سي هنا اتنطق ايه؟ اتنطق سي. سيتي يعني مدينة, بايسكل دراجة, وسيل يعني ايه؟ حفرة. طيب امتى تتنطق كي؟ لو قلنا جي بعديها اي حرف تاني غير الثلاث حروف دول زي كات, كار, كيوب نطقناها كي. يبقى ننطق السي سي لو جي بعديها اي, واي, اي. ننطقها كي لو جي بعديها اي حرف تاني زي سيتي, بايسكل, سيل قريناها سي, وكات, كار, كيوب قريناها كي.